الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أنا أستاذ مساعد دكتورة عبير ظاهر، راح أتواصل وياكم فيما يخص هذا الشابتر السابع، الليمفاتيك سيستم. بالنسبة للليمفاتيك سيستم، consists of lymphatic vessels and lymphatic organs. This system is closely associated with the cardiovascular system, has four main functions that contribute to homeostasis. بالنسبة للجهاز الليمفاوي، الجهاز الليمفاوي يتكون من الأوعية الليمفية والأعضاء الليمفية. الجهاز الليمفاوي له علاقة بالجهاز القلبي الوعائي، وراح نشوف شنو هي العلاقة من نتناول المحاضرة. الجهاز الليمفاوي له أربع وظائف لها علاقة بتوازن الجسم. بالنسبة للوظائف الجهاز الليمفاوي، نمبر 1 lymphatic capillaries absorb excess interstitial fluid and return it to the bloodstream. أول وظيفة أنه الأوعية الليمفية الشعرية اللي تكون هي small vessels تمتص السوائل الزايدة الموجودة ما بين الخلايا وتعيدها لمن؟ للبلاستريم اللي هو المجرى الدموي. Number 2, in the small intestine, lymphatic capillaries called lactels absorb fats in the form of lipoproteins and transport them to the bloodstream. بالأمعاء الدقيقة، هذه الأوعية الليمفية الكابيلاريز تمتص يسموها lactels، وتمتص الدهون الموجودة وين؟ بالأمعاء على شكل لايبوبروتين وتنقلها أيضا إلى المجرى الدموي. Number 3, the lymphatic system is responsible for the production, maintenance and distribution of lymphocytes. أيضا الجهاز الليمفاوي الوظيفة الثالثة أنه هو مسؤول عن إنتاج والمحافظة وانتشار الليمفوسايتس، الخلايا الليمفية. Number 4, the lymphatic system helps defend the body against pathogens. الجهاز الليمفاوي إلى وظيفة دفاعية ضد الجراثيم اللي ممكن انه تدخل للجسم، او الاحياء المجهريه الدقيقه المرضيه اللي ممكن تهاجم الجسم. نيجي ناخذ الجزء الاول من مكونات الجهاز الليمفاوي اللي هي lymphatic vessels. Lymphatic vessels form a one-way system of capillaries to vessels and finally to ducts. الاوعيه الليمفيه تبدي بالكابيلاريز اللي هي السمول vessels، ومن ثم vessels اكبر اللي هي lymphatic vessels، ومن ثم الدكت القنوات. The vessels take lymph to cardiovascular veins in the shoulder. هذه الأوعية ممكن أنه تأخذ الليمف وتنقله لمن؟ تنقله إلى الأوردة القلبية الوعائية الموجودة وين؟ بالأكتاف. هسه حنشوف بالفيجر هذا الكلام. lymphatic capillaries take of excess interstitial fluid. Interstitial fluid is mostly water, but it also contains solutes such as nutrient, electrolytes and oxygen derived from plasma. هذا الانترستيشال فلويد اللي تمتصها الاوعيه الشعريه الكابيلاريز lymphatic capillaries مكونه من شنو؟ اغلبها يكون مكون من الماء، اضافه الى مكونات اخرى مثل النيوترينتس، الالكترولايت والاكسجين اللي هي اصلا مشتقه منين؟ من البلازما. This fluid also contains cellular products، ايضا تحتوي على نواتج خلويه تنتجها الخلايا، مواد تنتجها الخلايا اللي هي من هي؟ الهرمونز، الانزيمز اند ويستس، هاي تنتجها الخلايا ايضا تكون موجوده بالانترستيشال فلويد. The fluid inside lymphatic vessels is called lymph. السائل اللي موجود بالأوعية الليمفية يطلق عليه اسم الليمف. الليمف شنو الديفينيشن، شنو تعريفه؟ الليمف is usually a colorless liquid، إذا هو سائل عديم اللون، but after a meal it appears creamy because of its lipid content. لكن بعد تناول وجبات ممكن إنه يتحول إلى لون كريمي. ليش يتحول إلى لون كريمي؟ لأنه يصير له ميكسينج ويا الليبيد ويا الدهون، لأنه تنضاف للدهون فيصبح لونه كريمي. The lymphatic capillaries join to form lymphatic vessels that merge before entering either the thoracic duct or the right lymphatic duct. الكابيلاريز أو الأوعية الشعرية الليمفية ترتبط مع بعضها البعض حتى تكون
أوعية أكبر اللي هي الليمفاتيك فيسلز، وهذه ممكن الليمفاتيك فيسلز تدمج وقبل ما تصب وين؟ قبل ما تدخل للثوراسيك داكت أو الرايت ليمفاتيك داكت، القناة الصدرية والقناة الليمفية اليمنى. The large thoracic duct returns lymph collected from the body below the thorax, the left arm and left side of the head and neck into the left subclavian vein. إذن هنا هي القناة الصدرية الثوراسيك داكت. شو تسوي هنا؟ الثوراسيك داكت ريتيرن، تعيد الثوراسيك داكت اللي موجودة بالفيجر اللي أمامنا، الثوراسيك داكت تعيد اللمف بعد ما تجمع من أسفل الصدر والجهة اليمنى الذراع الأيمن وجهة الرأس الذراع الأيسر وجهة الرأس اليسرى والرقبة اليسرى وتعيده إلى left subclavian vein. إذن thoracic duct returns lymph، تعيد اللمف منين تجمع؟ من below the thorax أسفل الصدر، المنطقة السفلى من الصدر أسفل الصدر، left arm الذراع الأيسر، left side of the head and neck الذراع الجهة اليسرى للرأس والرقبة، تجمع اللمف من هاي المناطق كلها وتفرغها وين؟ بالسبكليفيان فين اللي هو الوريد تحت الترقوي الأيسر. The right lymphatic duct returns lymph from the right arm and right side of the head and neck into the right subclavian vein. في حين القناة الليمفية اليمنى تجمع اللمف منين؟ من الجهة اليمنى، من الذراع الأيمن، جهة الرأس اليمنى، جهة الرقبة اليمنى إلى الوريد تحت الترقوي الأيمن اللي هو right subclavian vein حسب ما موجود بهذا الفيجر. The construction of the large lymphatic vessels is similar to that of cardiovascular veins, including the presence of valves. تركيب الأوعية الليمفية يشبه تركيب الأوعية الأوردة القلبية الوعائية من حيث أيضا احتوائها على الصمامات، مثل ما موجود صمامات بالأوعية الدموية موجودة صمامات بالأوعية الليمفية. The movement of lymph within lymphatic capillaries is largely dependent on skeletal muscle contraction. حركة الليمف تعتمد على تقلص العضلات الهيكلية. Lymph forced through lymphatic vessels as a result of muscular compression is prevented from flowing backward by one-way valves. مجرى الليمف يعتمد قلنا على تقلص العضلات الهيكلية، وبنفس الوقت يصير مسار واحد، يمشي في مسار واحد بسبب وجود الفالفز، يمنع رجوعه بالاتجاه المعاكس. هاي فيما يخص الليمفاتيك فيسلز. نجي على الليمفاتيك أورجانز اللي هي الأعضاء الليمفية. الليمفاتيك أورجانز can be divided into two types or categories: primary lymphatic organs and secondary lymphatic organs. بالنسبة للبرايمري ليمفاتيك أورجانز إنكلود the red bone marrow and thymus، تحتوي على نخاع العظم الأحمر وتحتوي على الثايموس، غدة الثايموس. سيكندري ليمفاتيك أورجانز تشمل الليمف نود والسبلين، الطحال والعقد الليمفية. The primary lymphatic organs ناخذ ال red bone marrow. الريد بون مارو produces all types of blood cells. هاي الفيجر مالت الريد بون مارو موجودة فيجر 7-2A. يحتوي أو الريد بون مارو يقوم بإنتاج جميع خلايا الدم، مثل ما نشوف هنا موجودة خلايا الدم الريد بلاد سيلز، وموجودة أيضا الوايت بلاد سيلز. زين. In a child most bones have red bone marrow. In adult marrow is found only in the sternum, the vertebra, ribs, part of the pelvic girdle and the upper ends of the humerus, femur and femur. بالنسبة للبون مارو يختلف بالبالغين عن الأطفال. بالأطفال ممكن أغلب العظام مالتهم تحتوي على البون مارو، الريد بون مارو، في حين بالأدلت موجود في مناطق معينة المارو. وين يكون موجود؟ موجود بال
عظم القص sternum, vertebral الفقرات, ribs الأضلاع, الجزء من part of the pelvic girdle اللي هو جزء من حزام الحوض, and the upper ends النهاية العليا of humerus and femur, النهاية العليا للعضد, عظم العضد والفخذ. In addition to the red blood cells, bone marrow produces the various types of white blood cells اللي هي neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. إذن البون مارو مو فقط ينتج لي الريد بلس سيلز, وإنما أيضا الوايت بلس سيلز, الخلايا الدم البيضاء, مو بس خلايا الدم الحمراء وإنما أيضا خلايا الدم البيضاء اللي هي هنا يدا نشوفها مثل المونوسايتس واللمفوسايتس مؤشر عليها بالفيجر. اللمفوسايتس are either B cells, B lymphocytes called B lymphocytes or T cells يسموها T lymphocytes. إذن اللمفوسايت أما تكون B cell يسموها B lymphocytes أو T cell يسموها T lymphocytes. B cells mature in the bone marrow but T cells mature in the thymus. إذن مكان نضوج وين يصير maturation أو نضوج لل أو growing نمو لل B cell يكون بالبون مارو, في حين T cell وين بالثايمس. Any B cell that reacts with cells of the body is removed in the bone marrow and does not enter the circulation. أي B cell ممكن إنه تتفاعل ويا خلية بالجسم ممكن إنه يصير لها إزالة بالبون مارو وبالتالي ما راح تدخل للسيركوليشن للدورة. فهذا دليل إنه شنو this ensures that these cells do not harm normal cells of the body. ما تأذي تكون غير مؤذية, بالعكس B cell هي مفيدة للجسم. The soft bilobed, نجي للثايموس. The soft bilobed, bilobed thymus. The soft bilobed thymus. Bilobed ليش نقولها؟ لأنه تحتوي على فصين يسموها bilobed. فصين هم مثل ما نشوفها بالفيجر أعلى الصورة بتكون عبارة عن bilobed. فصين. Is located in the thoracic cavity between the trachea and the sternum. وين تكون موجودة؟ موجودة ب التجويف الصدري ما بين القصبة وما بين عظم القص. Superior to the heart, أعلى الهارت, أعلى القلب, بالجهة العليا للقلب. The thymus will begin shrinking in size before puberty and this noticeably smaller in an adult than in child. تبدي هاي الغدة بتصغر بالحجم, تتقلص بالحجم مالتها قبل النضوج, لذلك نشوفها بالأدلت بالبالغين تكون أصغر مما بالأطفال. هذا الفيجر تحتوينا على الفيجر للثايموس. الثايموس consists of two regions, تتكون من منطقتين, المنطقة الفاتحة يسموها مدلة اللوب, والمنطقة الغامقة يسموها كورتكس, وهي مقسمة إلى لوبيول, فصوص مقسمة إلى فصوص مثل ما نشوفها. كل فص يحتوي على كورتكس ومدلة. كورتكس هي المنطقة الغامقة والبنفسجي الغامق هو الكورتكس, والمنطقة المضيئة بالنص هي المنطقة منطقة المدلة المنطقة الفاتحة. زين. What are the functions of the thymus? The functions has two. The thymus has two functions. Thymus إلها وظيفتين. Number one, الوظيفة الأولى, it produces thymic hormones such as thymocin to aid in the maturation of T lymphocytes. إذن الوظيفة الأولى للثايموس إنه تنتج لي هرمون يسموه thymocin اللي هو مهم بنضوج ال T lymphocytes, خلايا اللمفية نوع T. هذا الهرمون اللي هو thymocin إلى علاقة بمن؟ إلى علاقة بالماتوريشن of T lymphocytes, ينميها, إلى علاقة بعملية النضوج مالتها يكبرها. Number two, الوظيفة الثانية, immature T lymphocytes migrate from the bone marrow through the bloodstream to the thymus where they mature. الخلايا اللمفية T نوع T اللي هي غير ناضجة تهاجر من البون مارو من نخاع العظم خلال مجرى الدم, وين تروح؟ تروح للثايموس. ليش؟ حتى تنمو, لأن مثل ما قلنا الثايموس إلها قابلية على إنتاج الهرمون الثايموسين اللي يساهم بنضوج التيلوفوسايتس. Only about 5% of these cells ever leave the thymus. 5% فقط من هاي الخلايا ممكن إنه يغادر الثايموس.
These T lymphocytes have survived as critical tests if any show the ability to react with the individual cells they die in the thymus. If they have potential to attack a pathogen, they can leave the thymus. The thymus is absolutely critical to immunity because without mature, properly functioning T cells, the body responds to specific pathogen is poor or absent. ملخص هذا الكلام إنه الثايموس مهمة بالدفاع ضد الجراثيم اللي ممكن إنه تدخل للجسم. شلون؟ لأنه هي تنتج للتي لمفوسايت، والتي لمفوسايت هي من الخلايا المناعية اللي تهاجم هذه المايكرو أورجانزم أو الأحياء المجهرية المرضية اللي تدخل. فأي خلل بالثايموس راح يأثر على يمن على إنتاج التي لمفوسايت ونضوجها، فبالتالي راح يساهم بشنو؟ راح يساهم بقلة يعني الاستجابة المناعية مالت الجسم، حتقل للباثوجين، راح تقل الاستجابة المناعية لهذا الباثوجين، أما تقل أو تختفي أصلا. خلصنا البرايمري لمفاتيك أورجان، نجي البرايمري لمفاتيك اورجانز، ناخذ هسه السكندري لمفاتيك اورجانز. The secondary lymphatic organs are the spleen and lymph nodes and the tonsils. السكندري هو الطحال والعقد الليمفيه والتونسلز اللي هي اللوزتين. هذني يعتبران السكندري يعني اعضاء ليمفيه ثانويه. Many other organs such as the appendix contain clusters of lymphatic tissue called lymphatic nodules that help protect against pathogens. أكو يعني other organs ممكن إنه تعتبر كسكندري، يعني كسكندري lymphatic organs مثل الأبندكس الزائدة الدودية، تحتوي على clusters of lymphatic tissues يعني تجمع للمفاوي، تجمع نسيج لمفاوي يسمون lymphatic nodules العقيدات الليمفية. هذه العقيدات الليمفية لها القابلية بالدفاع ضد من؟ ضد الباثوجين، تهاجم أيضا الباثوجين. The mucosa of some organ systems such as the gastrointestinal tract and respiratory tract system also contains some lymphatic tissue. أيضا عندنا بعض الأجهزة مثل gastrointestinal tract، القناة digestive system الهضمي، جهاز الهضمي، وعندنا ايضا الجهاز التنفسي الريسبيراتوري سيستم، طبقه الميوكوزا اللي هي الطبقه الاولى بالتشو، الطبقه المخاطيه يسموها، هذه الطبقه شنو تحتوي؟ تحتوي ايضا على لمفاتيك تشو، تحتوي على نسيج لمفاوي ايضا الى اهميه بالدفاع ضد الباثوجين. بالنسبه للسبلين نجي ناخذ الاورجن الاول اللي هو السبلين. هذا هو الفيجر للسبلين مثل ما نشوفها فيجر سي 72C. The spleen filters blood. السبلين شنو الوظيفة مالته؟ تنقية الدم. وظيفة السبلين تنقية الدم. The spleen, the largest lymphatic organ, is located in the upper left region of the abdominal cavity posterior to the stomach. إذا هو أكبر عضو لمفي موجود بالجهة العليا اليسرى للتجويف البطني فوق خلف المعدة، خلف posterior to the stomach يعني خلف المعدة. Connective tissue divides the spleen into the regions known as white bulb and red bulb. The red bulb which surrounds venous sinuses cavities is involved in filtering the blood. مثل ما نلاحظ بالفيجر السبلين يحاط بمن؟ بكبسول اللي هي عبارة عن الكونكتيف تيشو، النسيج الضام. كبسول هذا هو عبارة عن كونكتيف تيشو. هذا الكونكتيف تيشو حيدخل داخل السبلين، يقسمه إلى وايت بلب وريد بلب، اللب الأبيض واللب الأحمر. بالنسبة للريد بلب يحتوي على ساينسز جيوب أو كافيتيز، فينوس ساينسز جيوب وريدية أو كافيتيز تجاويف. هذه التجاويف تساهم بمن؟ بعملية تنقية الدم لما يدخل إلى داخل الطحال. زين شلون حساهم بعملية تنقية الدم؟ راح نشوف.
blood entering the spleen must pass through the sinuses before exiting. Here, macrophages that are kill powerful vacuum cleaners engulf pathogens and prey such as worn out red blood cells. بالنسبة للدم من حيدخل للسبلين راح يمر خلال هذه الساينس. لازم يمر الدم من يدخل للسبلين لازم يمر خلال هذه الساينس، خلال هاي الجيوب أو التجاويف قبل ما يخرج من السبلين. Here يعني بالساينس شنو موجود؟ ماكروفيج موجودة. الماكروفيج خلايا، الماكروفيج هي خلايا التهامية that are like powerful vacuum cleaners engulf pathogens and prey such as worn out red blood cells. Powerful vacuum cleaners تعمل مثل شلون احنا نستعمل المكنسة الكهربائية بالبيت. المكنسة الكهربائية بالبيت تشفط شكو أوساخ، زين هناية، أو شكو مخلفات بالبيت تسحبها هناية. أيضا الماكروفيج، الماكروفيج مثلوها بأنه هي أيضا تعمل على engulf of pathogen and price، تبدي تلتهم شكو مايكرو أورغانيزم، جراثيم، شكو ديبرايز مواد تالفة مثل من؟ مثل الورن أو تريد بلاسياز، يعني الخلايا الدم التالفة، خلايا الدم التالفة كلها تسحبها، كلها تلتهمها الماكروفيج. فبالتالي راح يساهم هناية السبلين بتنقية الدم عن طريق الخلايا الموجودة اللي هي الماكروفيج، طريق الماكروفيج الموجودة اللي تنقي الدم من الجراثيم وتنقي الدم من مخلفات أخرى ممكن أن تكون تالفة. The sibling's outer capsule is relatively thin and an infection or a plaque can cause the spleen to burst. الكبسول مثل ما قلنا اللي هي عبارة عن connective tissue تكون كلش رقيقة اللي تحيط بالسبلين، تكون كلش رقيقة. ف أي infection، أي إصابة ممكن أنه يتعرض لها السبلين ممكن أنه تؤدي إلى انفجاره، ينفجر. Although the spleen's functions are replaced by other organs, a person without a spleen is often slightly more susceptible to infections and may have to receive antibiotic therapy indefinitely. يعني بالرغم من أنه أكو أعضاء أخرى ممكن أنه تعوض عن يعني وظيفته، وظيفة السبلين، لكنه السبلين يبقى الشخص اللي عنده إصابة بالطحال يبقى معرض للإصابة بالأمراض، زين، ويبقى ياخذ أنتيبايوتيك أدوية يعني إلى على مدى طويل. خلصنا السبلين، نجي المن للليمف نودز الموجودة أمامكم بالفيجر دي. ليمف نود which occur along lymphatic vessels filter lymph موجودة على طول الأوعية الليمفية وأيضا تعمل على فلترة أو تنقية الليمف. Connective tissue forms a capsule and divides a lymph node into compartments. أيضا هناية مثل ما نلاحظ الطبقة الخارجية، هاي الطبقة الخارجية تحتوي تمثل الكبسول اللي هناية لونها وردي تمثل الكبسول اللي هي عبارة عن connective tissue. هذا connective tissue أيضا حيدخل لداخل lymph node ويقسمها إلى حجرات compartment، يعني حجرات. Each compartment contains a sinus that increase in size toward the center of the node. أيضا هذه الحجرات تحتوي على اليمن على sinuses، أيضا هم تحتوي على جيوب. As lymph courses through the sinuses it is exposed to macrophage. أيضا الليمث من حيمر بهذه السينس الجيوب راح أيضا يتعرض المن إلى الباث الماكروفيج، الخلايا البلعمية which engulf pathogen and prey. أيضا هنا حتعمل على اليمن على التهام الجراثيم والمواد التالفة. Lymphocytes also present in sinuses fit infections and attack cancer cells. إضافة إلى الماكروفيج هنا بالساينس موجودة أيضا عندنا شنو؟ اللمفوسايس، الخلايا الليمفية. شنو وظيفة الخلايا الليمفية بالساينس؟ بالساينسز عندنا تعمل على fit infections، تثبط الإصابات، تثبط الإصابة يعني تهاجم الباثوجين، فمن راح تهاجم الباثوجين راح تثبط الانفكشن الإصابة. And attack cancer cells وتهاجم أيضا الخلايا السرطانية الخبيثة، الخلايا الخبيثة اللي هي الخلايا السرطانية.
lymph nodes are named for their location. هنا الخلايا الليمفي العقد الليمفية يسموها حسب مكان تواجدها، وين تتواجد بيا مكان يعطوها التسمية حسب المكان اللي موجودة به. For example مثلا inguinal nodes يسموها inguinal nodes are in the groin بالفخذ، بمنطقة الفخذ يسموها inguinal nodes، يسموها الأكزيلاري نودز بالأرمبتس تحت الأبط يسموها الأكزيلاري نودز. Physicians often feel for the presence of swollen tender lymph nodes in the neck as evidence that the body is fighting an infection. This is a non-invasive preliminary way to help make such a diagnosis. هنا الطبيب من حيلاحظ تورم بالعقد الليمفية بالعنق يطيف علامة انه اكو فد يعني حصلت اصابة، بس صار يعني صار انهبيشن لها، تثبيط لهاي الاصابة، يعني ما اخترقت الجسم هاي الاصابة رأسا وبواسطة هاي العقد الليمفية تم مهاجمة الباثوجين والتخلص من الإصابة. فهل السولين التورم ممكن أنه ينطي فالدياغنوسيز للطبيب. lymphatic nodules العقيدات الليمفية، أكو عندنا lymph node وأكو lymphatic nodules العقيدات الليمفية. شنو الديفينيشن للعقيدات الليمفية اللي هي lymphatic nodules are concentrations of lymphoid tissues not surrounded by capsule. هاي العقيدات الليمفية هي عبارة عن تجمع ليمفي بس ما يكون محاط بكبسول. The tonsils are patches of lymphoid tissue located in a ring above the pharynx. The tonsils perform the same functions as lymph nodes. However, because of their location, they are the first to encounter pathogen and antigens that enter the body by way of the nose and mouth. التونسل أيضا تعتبر تجمع لمفي، عملها مثل عمل العقد اللمفية، تعتبر الخط الأول بمهاجمة، طبعا موجودة بالبلعوم، الخط الأول بالدفاع ضد الباثوجين والأنتيجين. تونسلز تعتبر the first line defense بمن against the pathogen and antigen. pathogen هو اللي يقصد به الأحياء المجهرية الداخلة، والأنتيجين any foreign body ممكن أنه يكون ضار للجسم، يدخل عن طريق الفم أو يدخل عن طريق الأنف. Bayer's patches are located in the intestinal wall and in tissues within the appendix. Bayer patches موجودة وين؟ موجودة بجدار الأمعاء وموجودة أيضا بالأبندكس. A small extension. الأبندكس شنو قلنا؟ الزائدة الدودية، اللي هي شنو تعريف A small extension of the large intestine and encounter pathogens that enter the body by way of the intestinal tract. أيضا تعتبر الأبندكس هي امتداد بسيط صغير للأمعاء الغليظة، تهاجم أيضا الأحياء المجهرية اللي داخلة عن طريق القناة المعوية. هاي فيما يخص محاضرة اليوم، وإن شاء الله ألتقيكم على المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا.